السؤال التاسع: صهاريج عدن أو صهاريج الطويلة تقع في وادي الطويلة بمحافظة عدن، وهي عبارة عن خزانات لتخزين مياه الأمطار لاستخدامها للزراعة وللشرب، كما أنها تحمي مدينة عدن من السيول التي تسبب دماراً كبيراً حين نزولها في كل عام. اختلفت المصادر التاريخية في تحديد الوقت الذي تم فيه بناء صهاريج عدن، لكن القول الغالب أن بناءها مر بمراحل تاريخية متعددة، كان أولها في القرن الخامس عشر قبل الميلاد في عهد مملكة سبأ. قدر الباحثون عدد صهاريج عدن بنحو 55 صهريجا، معظمها مطمور تحت الأرض أو أصابه الخراب، وما هو قائم منها لا يزيد على 18 صهريجا فقط، تستوعب نحو 20 مليون أو 18 مليون جالون. في أي مديرية تقع صهاريج عدن؟ هل في مديرية كريتر أم مديرية التواحي أم مديرية الشيخ عثمان؟